طبعا في تعليقات بتيجي من متابعينا، وفي بعض التعليقات بتبقى مهمة جدا، فلازم طبعا نطلع فيديو ونرد عليها. يعني احنا مثلا بنرد في التعليقات كتابة، ولكن أغلبية المشاهدين ما بيشوفوش التعليقات، فكان لازم طبعا نطلع الفيديو ده وللتعليق المهم ده. لايك يا جماعة للفيديو. هنشوف طبعا ايه حكاية البصل واللي هيخلي التاجر ينزل البصل لو سعره هيرخص. يعني هنشوف كلام كتير، فتابعوا معايا الفيديو، لايك واشترك في القناة. هنشوف اسعار البصل واسعار الثوم، وهنتكلم برضو في النقطة المهمة دي. طيب لو تكلمنا طبعا، يعني في بعض قلنا بعض التجار مخزنين بصل وثوم من بداية السنة، حاليا ابتدت اسعار البصل واسعار الثوم تنخفض. طيب احد متابعينا بيقول، طب ايه اللي هيخلي التجار ينزلوا البصل مدام ان سعره هيرخص؟ ما هو يعني ممكن يخاف ان سعره ينزل اكتر من كده، فهيضطر ان هو ينزل البصل اللي مخزنه علشان طبعا يكسب فيه، يعني بدل ما يخسر فيه هيكسب فيه. فلما ينزل مثلا واحد واثنين وثلاثة، فهتلاقي بعد كده الاسعار ابتدت تنخفض تدريجيا. فكل ما التاجر اللي مخزن يخاف ان الاسعار تنخفض، فهينزل البصل اللي هو مخزنه. اذا حصل العكس طبعا، والتجار ما نزلتش والسوق طبعا العرض قل، فالاسعار ممكن ترتفع. السوق طبعا قلاب يا جماعه، والاسعار بتتغير من لحظه للتانيه. طيب اسعار البصل النهارده يا جماعه، طبعا في بصل من 9 جنيه لحد 10 جنيه و11 جنيه في الجوده العاليه في البصل الاحمر، والبصل الابيض فيه لحد 10 10 ونص. التوم يا جماعه في 18 ل 20 و17 في التوم الابيض، والتوم الاحمر فيه لحد 22 و23 جنيه.